الرفيقة كفل محمد اتحاد الرياضة دير الزور طبعا اليوم قمنا بحملة من شان حرية القائد اليوم استهدفنا منطقة الكسرة كان الأهالي متعاونين معنا وكان عندهم إقبال كبير بالتوقيع من أجل حرية القائد الجسدية ونحن كاتحاد الرياضة في دير الزور والمرأة الشابة وأهالي منطقة دير الزار بشكل عام يطالبون منظمات حقوق الإنسان بفك العزلة عن القائد والإفراج عن حريته الجسدية.